Leaders Sans Frontières هو مشروع تنفذ جمعية كشاف بلا حدود في سوسة بالشراكة مع عدد من المؤسسات والجمعيات الوطنية والأجنبية، وهو مدعوم من السفارة الفرنسية بتونس والمعهد الفرنسي. يهدف إلى تكوين مجموعة من 40 شاب وشابة من 4 مناطق بلدية مختلفة من جهة سوسة: القلعة الكبرى، القلعة الصغرى، مساكن وكوندار، باش نسعوا لتكوينهم في مجالات تطوير القدرات الشخصية والاتصال والثقة في الذات، في مجال التطوع، مجابهة الكوارث وإدارة الأزمات، مجال التنمية المحلية، وتدريب المشاركين على كيفية صياغة المشاريع البلدية بما فيها مخطط الاستثمار البلدي التشاركي، مجال التنمية المستدامة وحماية الطبيعة والغابات البحرية وتثمين نفاياتها والكومبوستاج. كل هذا باعتماد الطريقة الكشفية لميتود سكوت اللي من مكوناتها الأساسية التعلم بالممارسة ونظام المجموعات وتنمية المجتمع. عدد من المكونين والمختصين الأكفئ باش يسهروا على تنشيط اللقاءات هذه، وهكا نكونوا على امتداد 10 أشهر ساهمنا في تكوين فريق من شباب إحدى جهات البلاد التونسية متصالح مع ذاته، مؤمن بقدراته، شباب فاعل ومؤثر في بيئته ومحيطه المحلي وملتزم بقضاياه المحلية والوطنية. كن مستعداً لأجل عالم أفضل.